أرحب بأستاذ القانون الدولي الوزير السابق دكتور إبراهيم الجازي. أهلا بك معنا دكتور إبراهيم. إذا دكتور، ما الرسالة التي من الممكن أن يوجهها مجلس الأمن إلى الولايات المتحدة وإسرائيل؟ حقيقة مجلس الأمن يجب أن يؤكد على ما سبق وأكدوا في المحافل الدولية، وخصوصا يعني القرار الأشهر في القضية الفلسطينية اللي هو 242. هنالك عدة قرارات أيضا بإدانة إقامة المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. مجلس الأمن يجب أن يكون قراره يعني مصحوبا بتهديد صريح لإسرائيل بأنه المضي قدما في هذا الموضوع اللي هو ضم ما تبقى من أراضي الضفة الغربية وغور الأردن هو تهديد للأمن والسلم الدوليين، ليس فقط لقيام دولة فلسطينية والقضاء عليها كليا، ولكن أيضا يهدد المنطقة بأسرها ويهدد أمن المملكة الأردنية الهاشمية. هنا دكتور إبراهيم، يعني أن يوجه تهديد، إلى أي مدى فعلا مجلس الأمن اليوم قادر على إعطاء قرارات فاعلة فعلا، أما أن الفيتو الأمريكي هو كافي لإجهاض قرارات مجلس الأمن؟ هنالك قرارات يتسبب قرارات يعني توجه من قبل رئيس مجلس الأمن، وقد لا يكون لها إلا يعني الزجر الأدبي وليس الزجر الحقيقي كما أسلفتي. وهنالك أيضا احتمالية ورود طبعا الفيتو الأمريكي. هذا الأمر يعني يجب يعني يتم حقيقة التوافق عليه من قبل الخمس الكبار. إذا كان هنالك توافق من الخمس الكبار على يعني تهديد مصحوب بعقوبات معينة فيأتي هذا القرار، وأنني في هذا المقام طبعا أستبعد صدور مثل هذا القرار الصارم باتجاه إسرائيل. فلذلك نعود إلى المنظومات الإقليمية الموجودة على الساحة الإقليمية وعلى رأسها طبعا الاتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية، الاتحاد الأفريقي، منظمة المؤتمر الإسلامي. يجب على كافة هذه المنظمات أن تأتي بنتائج وقرارات يعني زاجرة بحق هذا الكيان وتوسعه المحتمل. وكاد أسلف التقرير قبل قليل بأنه هنالك إشارة من الاتحاد الأوروبي، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، بأنه يعني تمنع إسرائيل من القيام أو يعني من بهذا الأمر والضم وتهددها. حقيقة الاتحاد الأوروبي قادر على إيقاع عقوبات، وأعتقد أنه هنالك أيضا تحرك دبلوماسي أردني أثمر مع الاتحاد الأوروبي لصدور يعني احتمالية إصدار قرارات قد تكون فاعلة وناجحة ل يعني محاولة أنه أن إسرائيل أن تقوم بهذا الضم أو منحة بطريقة أخرى. وهذا يعول علينا كعرب ومسلمين من خلال المنظمات التي أسلفت عنها أن تقوم أيضا بدورها القومي والديني في هذا المقام. فيما يتعلق بتصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ما هو الأثر القانوني المترتب على هذه التصريحات، وإلى أي مدى يمكن أن نشهد تصريحات جديدة؟ حقيقة يعني البدء دائما يكون مع الشريك الفلسطيني في موضوع اتفاقية السلام واتفاقية أوسلو تحديدا بين الكيان الإسرائيلي والدولة الفلسطينية. حقيقة السلطة في ومنظمة التحرير الفلسطيني بقيامها بهذا العمل والتحلل من هذا الالتزام بينها وبين إسرائيل وبينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية يعني يدق ناقوس الخطر أيضا، ليس فقط في اتجاه الفلسطينية ولكن أيضا تجاه إسرائيل، لأنه نعلم أن هنالك دائما هنالك تنسيق أمني مستمر بين أجهزة السلطة الفلسطينية والأجهزة الاستخبارية والأمنية الإسرائيلية. فالموضوع ليس سهلا بالنسبة للكيان الإسرائيلي، ولا تستطيع أيضا إسرائيل أن تغفل هذا الملف الهام. هناك أيضا عامل ديموغرافي هام موجود في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهنالك أيضا الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية ما يشكل تقريبا 20% من الكيان الإسرائيلي كمواطنين إسرائيليين. هذه كلها أوراق لا تزال في يد الفلسطينيين تستطيع أن تساوم عليها في سبيل الضغط على إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية التي تشكل داعم رئيسي لهذا الكيان بالتوقف عن تنفيذ هذه الخطة التي هي امتداد بطريقة أخرى لصفقة القرض.
دكتور، في ظل الموقف الأردني الثابت من مسألة الضام وأيضا في مجال القضية الفلسطينية عامة، ما هي الخطوات التي من الممكن أن يتخذها الأردن قانونيا وسياسيا أيضا إزاء هذا الأمر؟ حقيقة الأردن فاعل من خلال جلالة الملك ومن خلال وزارة الخارجية والحكومة في اتجاه هذا الموضوع الحاسم والهام، ومثل ما تكلمنا قبل قليل أنه هذا يشكل أيضا تهديد للأمن القومي الأردني بضم الغور تحديدا، لأنه إحنا نعلم أنه اتفاقية السلام أو معاهدة السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل نصت في المادة الثالثة على الحدود، والحدود اللي كان مشار إليها هي عدم المساس بالأراضي التي كانت تحت السيطرة الإسرائيلية العسكرية منذ 5 حزيران. بقضية الضم هذه فأصبحت هذه الأراضي تحت تهديد، وأصبحت ليس فقط تحت تهديد ولكنها ضمت أو ستضم فعليا إلى هذا الكيان الإسرائيلي. فإذا إحنا بدل ما يكون في عنا يعني جار هو الجار الفلسطيني في بعض أجزاء الحدود بين الأردن والضفة الغربية، يكون هنالك جار جديد هو الجار الإسرائيلي سياسيا. نستطيع إثارة هذا الأمر من خلال معاهدة السلام، هنالك بنود موجودة لحل المنازعات ما بين الطرفين، ولا أستطيع أن أقول إلا أن هذا الموضوع هو طبعا يعني نزاع قانوني صرف أيضا قد يكون، بالإضافة طبعا إلى وجود السياسي والأمني والعسكري نستطيع إثارته مع الطرف الإسرائيلي ونستطيع اللجوء إلى المعاهدة. سبق وأن هدد الأردن على لسان المرحوم جلالة الملك حسين، وكان بالصدفة أيضا كان رئيس الحكومة هو نتنياهو عندما تم محاولة اغتيال السيد خالد مشعل مدير المكتب السياسي لحماس على في عمان، وهدد جلالة المرحوم الملك حسين بإلغاء وإنهاء والانسحاب من هذه المعاهدة. فالأردن يعني لا تزال أوراق كثيرة بجعبته. جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين يعني أشار إلى أنه هنالك إجراءات قد يتخذها الأردن وحدد بذلك، ولكنه يعني لم يفصح عن هذه الآليات، ونتركها طبعا لأنه هنالك إدارة سياسية لهذا الملف الحساس قد يقوم الأردن باللجوء إليه من خلال القنوات القانونية والدبلوماسية وغيرها من القنوات إذا استدعى الأمر. نعم، أشكرك جزيل الشكر الوزير السابق والأستاذ القانوني الدولي دكتور إبراهيم الجازي.